طبعا كباتن قبل ما نبدا بدي اطلب منكم نلعب حجر ورقم قص عشان نعرف مين صاحب الارسال في المجموعه الاولى. اوكي تمام تمام نبدا يلا. كابتن ابراهيم دلدوم صلي الفجر. ما تبلش صلي الفجر يا جماعه. قبل ما تبلش اللعبه انا عارف اصحابه واموركم 100% اكيد اسطول التحدي هاي. اي شيء صحبه كب لي برا الحلقه وابدا فريش. بس كابتن ثابت معذور عامل العمليه زي. لا بس هو عنده يعني يعني خلص برجل برجل بغلبك. يلا ماشي. يلا رايقين الشباب على التركيز مليون دلدوم صار. طيب واحد واحد صفر للكابتن دلدوم اللي عامل عملية. بلا انا هيك حزنان عليه. ماشي يلا. جبت 2-0 للكابتن دلدوم. ما بتقدر لي ما بتقدر لي انس. طيب ماشي والله ما هو صعب صعب والله انا كنت حزنان صعب عليك صعب. يا اخوي أول مجموعة 3-0 للكابتن سماح هاي دلدوم. راح يترتب عليك سؤالين وعلى الكابتن إبراهيم سؤال واحد. ما بدي أبدأ معك قوي بالبداية، خلينا شوي نسخن. يعني بدي أسألك عن أفضل فترة بمسيرة الكابتن أنس جبارات في النادي الفيصلي. فترة تحديدا حس كنت أفضل فترة لك بالفيصلي؟ فترة حرمان تغليت. بصراحة الحمد لله فضل رب العالمين كنت مميز بالفريق. طيب كابتن ابراهيم، يعني انا بعرف علاقتك انت والكابتن انس قديش قويه، قديش انتم اصحاب خارج الملعب، واضح هذا الحكي للكل، ولكن الغريب في الموضوع انه علاقتكم جوا الملعب كمان قويه لدرجه انه معظم اهداف كابتن انس اجبارات من صناعتك. شو السر في هذا الموضوع؟ يعني والله اخوي يعني ما في سر بالموضوع، يعني هو ممكن المركز اللي انا بلعب فيه ممكن بتحتم علي انه انا اروح واصنع جوال، تعمل اوفرات. يعني بكون يعني دائما على الطرف واوفرات، وانس ما شاء الله يعني من افضل لاعبين بالاردن بيلعب بالهيد، فسبحان الله ما في شيء. يعني معظم اهدافه يعني جد يعني تحولت الكيمياء من برا الملعب لجوا. بقول لي جاهز، بقول له الله كريم، وبقول لي الله كريم، بنخش على الملعب سبحان الله، ولا احنا صانعين، انا صانع جول وهو جايب جول، ما شاء الله عندك وفقين ان شاء الله. طيب في سؤال ثاني ما خلصتش. تفضل. عشان هيك بقول لك حاول ما تخسر. ما بقدر لي. كابتن السؤال الثاني هو سؤال مهم جدا. انشهرت كثير بانك بتسجل اهداف في الدقائق الاخيره كم دقيقه 90، يعني لدرجه انه لما تصير دقيقه 90 خلاص الناس بتصير تتفرج على الناس من وين جاي. مظبوط. يعني هل هو هذا الحكي تركيز حضور؟ لانه اكيد مش حظ، يعني انت كل المباريات بتسجل بعد ال 90 يعني. لا هو بصراحه انا بحكي لك في كل المباريات اللي كنت العبها ونشوف حالنا خسرانين انا من حالي بصير اهاجم، عرفت علي؟ بصير انا مهاجم ثاني على راسي. مش تعليمات؟ لا 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 انا على راسي، يعني خلص سبحان الله ربنا موفقني في الدقيقة هاي. يعني زي ما حكيت أغلب أهدافي كانت بالدقيقة 90، خلص كل اللعيبة تعودوا علي أنه 89-90 الشباب خلص بيعرف أنه أنس خلص رايح يهاجم، يعني مين ما كان بيلعب جنبي خلص بيغطيني أنا بروح قدامي. خلص صارت معروفة. كلهم صاروا يعرفوا اللعيبة كلهم خلص أنس روح هاجم هاي نحن غد. فجأة بيختفي بالرقيب 18 أنس لاعبك طيب بتلاقيه جوا خلص. فبترك المركز تاعي. سبحان الله دائما بس طلعت تتوفق يعني. الحمد لله فضل رب العالمين ورضا الوالدة طبعا. الحمد لله. ماشي يا كابتن ماشي.